بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد متجدد في أحكام التلاوة والتجويد والتفسير وكيف نقرأ القرآن من رسم المصحف مع تطريز ذلك بقراءتنا لبعض المتون التجويدية التي لا ينفك طالب العلم عن الاحتياج لها، كتحفة الأطفال للجمزوري وكالمتن الجزرية لمحمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله. ولقد وصلنا إلى سورة مريم وترتيبها قرآنيا 19، وترتيبها جزئيا تقع في الجزء 16، وترتيبها مكيا ومدنيا فهي سورة مكية، وترتيبها نزوليا هذه السورة نزلت بعد سورة فاطر، نزلت بعد سورة فاطر. وعد آياتها 98 آية، وفيها سجدة من السجدات 15 الموجودة في القرآن. وهذه السورة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن، ومع علو قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما جاء في الحديث الصحيح كامل من الحديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري كامل في الصحيح كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، آسيا بنت مزاحم ومريم وخديجة وفاطمة، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومع ذلك لم تنزل سورة باسم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولا باسم بنت من بنياتهم ولا باسم صحابية سابقة فاضلة من الصحابيات الكرام، وإنما نزلت باسم مريم لتوضيح عقيدة مهمة للنصارى. ولذلك لما كنا في مكاتب توعية الجاليات ولما كنا في مناظرة النصارى عبر البالتوك قديما، فكنا إذا أردنا أن ندعوهم إلى الإسلام فإننا نهدي لهم نسخة مترجمة من القرآن ونقول لهم ركزوا على سورتي آل عمران ومريم، ركزوا على سورتي آل عمران ومريم. وهذه أيها الفضلاء الكرام نجعلها منهجا لنا إذا أردنا أن ندعو أحدا إلى الإسلام، أن نقرأ عليه القرآن أو أن نقرئه القرآن أو أن نهدي له نسخة مترجمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له أبو الوليد كما جاء مرسلا عند ابن هشام، وسيأتي معنا في سير إعلام النبلاء لما نصل إلى المرحلة المكية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما أتاه لما أرسله قريش له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا قرأ عليه النبي؟ ماذا قرأ عليه؟ طبعا هو جاء له قالوا يعني إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن أردت نساء زوجناك عشرة، وإن أردت سلطانا لا نبرم أمرا حتى نستشيرك. فقال أفرغت يا أبا الوليد؟ فماذا فعل بعد ذلك النبي؟ دخل معه في مناظرات أم ماذا فعل معه النبي أحبابي؟ قرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا بأبي الوليد يضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنشدك الله والرحمة إلا سكت، لأنه يعرف أن إذا دعا النبي عليهم
عليه الصلاة والسلام سيستأصل شعفتهم ربنا تبارك وتعالى. فلذلك نقول لإخواننا الذين يعني لهم حماس في دعوة غير المسلمين للإسلام، نقول إن أفضل ما تدعو به نصرانيا كان أو يهوديا أو مجوسيا أو ركوسيا أو كافرا أن تهدي له نسخة من القرآن وتقول له اقرأ هذا القرآن، لأن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هداية الدلالة والإرشاد. وهذه لعموم الناس كقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس كل الناس مسلمهم وكافرهم إذا قرأ القرآن يجد فيه الهداية، يجد فيه الهداية. فنزلت باسم مريم العذراء لترد على النصارى الذين رموها بالزنا حاشاها وعافاها، وتوضح منهج أهل السنة والجماعة في مريم وفي ابنها المسيح عيسى ابن مريم الذي هو عبد الله كما قال ربنا تبارك وتعالى لما قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله. أول ما تكلم إني عبد الله ليهدم جميع عقائدهم الفاسدة الباطلة. نعم، وكما نعرف ذلك نتأمل في هذه التسمية التي تسمى بمريم في سورة هي سورة سميت باسمها. كلمات هذه السورة كما درجنا 77 و900 وحروفها 35,803 حرف كما قال النبي من قرأ حرف من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. استفتحت السورة بالحروف المقطعة، سؤال كم عدد السور التي استفتحت بالحروف المقطعة في القرآن؟ مشائخ كم عدد السور التي استفتحت بالحروف المقطعة في القرآن ولا يسمح باستخدام الشيخ جوجل؟ يا تقرأ من كناشتك إن كان عندك كناشة تكتب فيها الفوائد، أو من حفظك إن مرت عليك المعلومة، لأن احنا ذكرنا ذلك عدة مرات ليست المرة الأولى، احنا بادئين من الناس لحد ما وصلنا، فمرة من سور استفتحت بالحروف المقطعة وذكرنا ذلك. 29 سورة كم؟ 29 سورة، 29 سورة احفظوها. عدد أيام الشهر الهجري، ما قال النبي نحن أمية لا نكتب ولا نقرأ كما في الحديث الصحيح، ثم أشار بيديها كذا 29، خنس الإبهام وأشار بيدها كذا 30، فاحفظوها كذا 29 سورة، أولها ألف لام ميم البقرة وآخرها نون والقلم وما يسطرون، وكانت حرفا واحدا نون صاد قاف وحرفان حاء ميم وثلاث ألف لام ميم ألف لام راء وأربع ألف لام ميم راء الرعد ألف لام ميم صاد الأعراف وخمس متصلة ومفترقة كاف ها يا عين صاد، هذه هي الخمسة ليش المتصلة. طيب والخمسة المفترقة وش هي؟ حاميم عين سين قاف الشورى. حاميم عين سين قاف الشورى. حاميم عين سين قاف الشورى، خمسة حروف مفترقة جمعت فيها، ممتاز. طيب كم عدد الحروف المقطعة في القرآن؟ كم عدد الحروف المقطعة وليس عدد السور؟ 14 حرفا. طيب مجموعة في إيش؟ مجموعة في قوله إيش؟ نص حكيم قاطع
له سر، صحيح؟ نص حكيم قاطع له سر، احفظوها هكذا. هذه اللي هي ليش الحروف المقطعة. طيب الحروف المقطعة هذه منها ما هو يمد ومنها ما هو يقصر. الذي يمد هو المد لحرف المثقل والمخفف. إيش هي الحروف التي تمد؟ سنقص علمك، سنقص علمك، ومنهم من يقول نقص عسلك، لا إن شاء الله عسلنا ما ينقص. والحروف التي تقصر حي، حي طهر، حي طهر. لأن تلقى بعض الناس يقول لك حاميم، يا عم حاميم إيش الله يرضى عليك، الحالة تمد. أرسلت لكم مقطع أنا لأحد المشايخ المجيدين في التجويد، وجلس إليه ذلك الطالب وجلس يمد، قال له أنت إيه بتمد بالمتر يا ابني، أنت بتمد بالمتر. فالإنسان لا يغرنه أن ربنا أعطاه مساحة صوتية عالية وحنجرة طيبة يقوم يمد على عواهنه، لا يا أخي، هذه أحكام تجويد، والقراءة سنة ماضية متبعة. أيها الكرام الفضلاء، يأخذها الآخر عن الأول والتالي عن السابق، ولأجل هذا عقدنا هذا المجلس، لأجل هذا عقدنا هذا المجلس لنخرج به بقراءة صحيحة نعلمها لأنفسنا وننقلها لأهلنا ومن يليه أمرنا إن شاء الله عز وجل. نعم، فالحاء والياء والطاء والهاء والراء هذه تمد مدا طبيعيا، ألف واحدة أو حركتان، وليس فيها مد مشبع. وأما الحروف الأخرى السين والنون الموحدة الفوقانية والقاف المثنى والصاد المهملة والعين المهملة واللام والميم والكاف، هذه تمد مدا، تمد مدا مشبعا ست حركات، إما أن يكون حرفيا مثقلا كألف لام ميم، أو أن يكون حرفيا مخففا كالميم. وحرف العين فيه خلاف عند القراء، منهم من يقصره ومنهم من يتوسطه ومنهم من يشبعه ومنهم من يشبعه. والذي نحن نقرأ فيه، نحن نقرأ الطريق الذي نحن نقرأ منه هنا الآن حفص عن عاصم من طريق الحرز من طريق الشاطبية. والوجه المختار عندنا أن العين هذه ست حركات، العين هذه تمد مد ست حركات. هذه السورة استفتحت بالحروف المقطعة وذكر الله عز وجل فيها. نعم أيوة. طيب ما هو القول الراجح في الحروف المقطعة في القرآن؟ سادتي يا أحبابي، ما هو القول الراجح في الحروف المقطعة في القرآن؟ الله أعلم بها، العلم عند الله. ممتاز، هذا القول الأول ممتاز. القول الثاني ما هو؟ إعجاز القرآن وتحديه للكفار، فما ذكر حرف مقطعا مقطع إلا ذكر القرآن بعده أو ما يدل على قرينة تدل على القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر القرآن، ذكر القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما طه فليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما حررنا ذلك. كاف ها يا عين صد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وأين ذكر زكريا؟ ذكر في القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهكذا. فهذه السورة ذكرت فيها قصة زكريا حين دعا الله دعاء خفيا خارجا من قلبهم. والدعاء الخفي هنا أفضل من دعاء الجلوة، وبكاء الخلوة خير من بكاء الجلوة، أن يجعل له وليا يخلفه. فاستجاب الله له ووهبه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية، أول واحد اسمه يحيى في الدنيا يحيى عليه السلام. وبعد ذلك تأتي قصة مريم. طيب ما العلاقة بين قصة مريم وقصة زكريا يا أحباب الكرام؟ وإيش العلاقة، ما هو الرابط بين قصة مريم وقصة زكريا عليهما السلام؟ نعم، ما هو الرابط يا شيخ؟ لأن زكريا كفل مريم، لأن زكريا كفل مريم. طيب هذه واحدة. طيب وإيش تاني؟ من يقول أبناء خالة؟
شيخنا يحتاج ذرية كلهم؟ كلهم محتاجون لذرية. طيب غيره من يفيده؟ شيخنا المعجزة بعد الياء. المعجزة فين؟ أن سنة شيخ غير واحد يتكلم بس يا جماعة جزاكم الله خير ونعطي الفرصة للآخرين إن شاء الله. المعجزة فين يا مشعل؟ أنها ولدت شيخنا من غير أب. أيوة وزكريا وصلت الفكرة وصلت. الوالد الكريم يريد أن يقول شيئا. والدنا الكريم عم أبو نايف والدنا الكريم يريد أن يقول شيئا كان. طيب الصوت ما واصل عم أبو نايف. عم أبو نايف يبدو أنه الصوت عنده ما هو ما لا يصلنا. صوت فضيلتكم لا يصل إلينا. أنت أخشى أن يكون في ميوت على الميكروفون أو شيء من هذا. طيب ممتاز. أقرب الإجابات هو ما قاله مشعل فعلا، لأن الله أحباب الكرام الله عز وجل يعطي الذرية مع وجود السبب. ما هو وجود السبب؟ الجماع. لا لا لا، الزوجان الخاليان من الموانع. لا لا، ممكن يجامعوا ما فيش. طيب ومع تعطل السبب، ايش هو تعطل السبب؟ ما هو المثال على عيسى بدون اب تعطل السبب؟ لا لا لا، هذا انعدام السبب. في فرق بين تعطل السبب يعني موجود لكن حصل له ديس افكت، واشتعل الراس شيء. اي ممتاز، هذا هو تعطل السبب اللي هو قصه زكريا. ويهب ربنا عز وجل مع انعدام السبب اللي هو ايش هو؟ قصه مين؟ ها عيسى مريم عليه السلام. ايوه، في قصه عيسى من مريم. فناسب بين ربط الذرية والإعجاز هنا في إعطاء مريم من غير زوج وإعطاء زكريا مع كبر سنه وإياس زوجه. ويهب ربنا مع استحالة السبب، إيش المثال؟ زوجة إبراهيم عليه السلام. لا حبيبي، استحالة السبب يعني impossible causing impossible، ما فيش، اللي هو آدم وحواء من آدم، صح ولا لا؟ صح. ها عم ابو نايف عندك مشكله؟ عم ابو نايف في مشكله عنده. ابو نايف لا نسمع صوته. ما تسمعني يا شيخنا؟ ايوه الان جيد، حفظك الله، الان اسمعك جيدا، جزاك الله خير. نعم الان جيد، احسن الله لك. نعم الله يسلمك. طيب انا اعيد هذه مره ثانيه. طيب وإياكم، يعطى مع وجود السبب، طبعا كله بقدر الله، طبعا مع وجود السبب وهو الزوجان خال من موانع، ومع تعطل السبب كما في قصة زكريا، ومع انعدام السبب كما في قصة عيسى، ومع استحالة السبب كما في قصة آدم وحواء من إيش؟ من 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 آدم. نعم. طيب وثنى ربنا بعد ذلك بقصة مريم بنت عمران حيث تمثل لها الملك. من هو الملك الذي تمثل لها؟ جبريل عليه. أيوة نعم، جبريل عليه السلام، وبشرها بالمسيح. فتعجب القوم من ذلك، ولما حملته إليهم فرموها بالفاحشة. فالله عز وجل أنزل سورة فيها تتلى إلى يوم القيامة ليبين تبارك وتعالى أنها بريئة، أنها بريئة. احنا قلنا سورة مريم هي السورة 19 وتقع في الجزء 16. قال السيوطي في كتابه الماتع أسرار ترتيب القرآن، يا ريت تقرون هالكتاب، نزلوه تقرأوا وتشوفوا المكتبة الشاملة، حيث قال إن سبب ورود سورة مريم بعد سورة الكهف مباشرة أن سورة الكهف تحتوي على أعاجيب ومعجزات، ذكرناها لما تكلمنا عن سورة الكهف، يرجع لها في التسجيل إن شاء الله على القناة على يوتيوب.
وذكرنا المعجزات مثل أصحاب الكهف ولما جلسوا بدون طعام وشراب، وموسى مع الخضر وذي القرنين وبناء السد. ولذلك من الطبيعي أن ترد سورة مريم بعد الكهف لاحتوائها أيضا على أعاجيب ومعجزات، ولادة عيسى، ولادة إيش، ولادة يحيى عليهم السلام. ولذلك السيوطي يرى أن ترتيب السور في القرآن توقيفي، حتى ترتيب السور توقيفي. ونعم، ومما يقال ولا يصح، وأيضا ذكره السيوطي، أن أهل الكهف من قوم عيسى وسيبعثون قبيل يوم القيامة بعد نزول المسيح ويحجون معه، وهذا كلام لا دليل عليه. طيب لماذا سميت سورة مريم بسورة مريم؟ لورود قصة سيدنا مريم عليه السلام في السورة. يا سلام، أحسنتم، لورود مريم وقصتها فين؟ في السورة، في هذه السورة. أسباب نزول هذه السورة أن كما جاء في البخاري تأخر جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما سأله لما سأله عن أصحاب الكهف إلى غير ذلك، ولما نزل عليه بعد ذلك قال أبطأت علينا، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. كاف ها يا عين صاد هي حروف مقطعة وليس اسما من أسماء الله تعالى، وليس اسما من أسماء القرآن، وإن كان ابن عباس يقول هو اسم من أسماء الله وقتادة يقول هو من أسماء القرآن، لكن كل ذلك لا يصح أيها الكرام الفضلاء، كل ذلك لا يصح، إنما هي حروف مقطعة. وبعض الناس للأسف يستخدمها في الأسحار، ويستخدمها في تحضير الجن، ويستخدمها أيضا في الروح، يقول لك كهيعص 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 إلى غير ذلك. يا أخي ما هي كهيعص، يا الله يرضى عليك، ما هي كهيعص، هي كاف هاي عين، كاف هاي عين صاد. نعم، يعني يقول ابن المبارك قيل ليحيى هيا بنا نلعب، قال ما خلقني ربي للعب، لا إله إلا الله. وهذا قوله وآتيناه الحكم صبيا. فلا تشغل وقتهم في اللعب، مباريات وكرة ودوريات إلى غير ذلك، حتى في رمضان الذي هو شهر عبادة يقول لك الدوريات إلى غير ذلك. نعم، لا بأس أن يروح الإنسان عن نفسه قليلا، لكن والله من شغل قلبه بالعلم لا يجد وقتا يا أحبابي أنه يعني يصرفه في غير ذلك. محمد فؤاد عبد الباقي، تعرفون من هو محمد فؤاد عبد الباقي؟ من يعرف محمد فؤاد عبد الباقي؟ محمد فؤاد عبد الباقي من يعرفه؟ طيب ميسي، من يعرف ميسي؟ كلكم عارفين كلكم عارفين ميسي، كل بس يعني مستحين تقولوا. والحياء من الإيمان، شعبة من الإيمان. محمد فؤاد عبد الباقي أيها الكرام الفضلاء عاش 95 سنة، ولد سنة 1800، مات سنة 1967 أفرنجي، وعاش 95 سنة، يعني يكون ولد سنة كام؟ يكون ولد سنة 1872 أفرنجي. هذا الرجل هو صاحب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهو صاحب تحقيق صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب. وهذا الرجل رحمه الله كان حريصا على وقته، وهو الذي ترجم الفهرس، ترجم كتاب المعجم المفهرس لفينسينغ. تعرفون المعجم المفهرس في الحديث؟ هو الذي ترجمه، ومن كتاب المستشرق فينسينغ الذي أراد فيه أن يعني يقدح في الإسلام، فترجمه واستدرك عليه.
أي الآن أي حرف أي لفظة في الحديث تدخل فيها على معجم المفهرس للحديث تعرف أين رويت وأين ذكرت ومن ذكرها ومن رواها. في 9 كتب: المسند والموطأ وسنن الدارمي والكتب الستة كان هذا الرجل حريصا على وقته رحمه الله، كان حريصا على وقته رحمه الله، يأكل الطعام نيئا حتى لا يضيع وقت فيما لا ينفع، فبارك الله في عمره وأخرج هذه الكتب، مع أنه ليس متخصصا في الحديث، إنما هو أديب، خريج لغة عربية، ولم يكمل دراسته أيضا فلذلك لابد أن نكون أيها الكرام الفضلاء حريصين على أوقاتنا كحرصنا على دراهمنا ودنانيرنا، كحرصنا على الدرهم والدنانير، أن نكون حريصين على الأوقات، لأن الوقت هو رأس المال، وقتك هو رأس مالك، أسعدك الله بطاعتي. طيب، تذكر الشيخ أنه يحيى ما لم يعصي الله قط، صحيح؟ حصورا كان حصورا، نعم كان لم يعصي الله، وكان لم يأتي النساء، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، نعم. طيب، سورة مريم ورد فيها من الفضائل الحديث الذي نذكره دوما، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول فيه: سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وغيره، وحسنه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وصحه الإمام ابن كثير في الأحكام الكبير، قال عن أبي هريرة: قدمت المدينة. متى قدم أبو هريرة المدينة رضي الله عنه؟ السنة السابعة في محرم العام السابع من الهجرة، في فتح خيبر. قدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع، ابن من؟ ابن عرفطة، بضم العين المهملة وسكون الراء المهملة وضم الفاء الموحدة، وسباع ابن عرفطة هو صحابي جعله النبي على المدينة لما خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل، كما جاء في الاستيعاب لابن عبد البر في معرفة الأصحاب، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة. فقرأ في السجدة الأولى، ما معنى في السجدة الأولى؟ أيوة. طيب، قرأ سورة مريم، وفي السجدة الأخرى قرأ سورة المطففين. كم عدد الآيات؟ كم عدد؟ 98. عندنا مريم مرت معنا أنها 98 آية، والمطففين كم؟ 36. 36 آية، يعني قرأ في هذه الصلاة كم؟ 134 آية. وتجد بعض الناس الآن من كسله كإمام السجدة والإنسان يكبها، عمره ما قرأ في مسجده، يصلي بالناس 5 سنين و10 سنين عمره ما أسمع الناس السجدة والإنسان في يوم الجمعة. لذلك أقول لكم يا أحبابي، ينبغي أن تقرأوا على جماعة مساجدكم مثل هالأحاديث، حتى لا تكونوا فقراء مع جماعة المسجد، تقعد إمام سنوات وما علمت الناس شيء. علموا الناس السنة حتى يصبروا عليها، وحتى يحبوها، وربنا قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إيش معنى قرآن الفجر؟ معناه التلاوة في صلاة الفجر، فذكره الله عز وجل تشريفا لهذه الصلاة، وأنها يطال فيها بالتلاوة. 134 آية في صلاة الفجر. طيب، وأيضا
مقاصد السورة تحقيق العبودية وتعظيم الربوبية وتقرير مبدأ البعث، لأنها سورة مكية، وهذا هو الأصول في السورة المكية. نقل ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى والرازي في مفاتح الغيب. موضوعاتها قصة زكريا، قصة مريم، أيضا حيذكر فيها قصة إبراهيم مع أبيه، وسيشار إلى عدد فيها من الأنبياء: موسى، هارون، إسماعيل، إدريس عليهم السلام. يبين ربنا فيها جزاء المؤمنين، ويبين فيها عقاب الكافرين، ويفتح فيها بابا للتوبة للعاصين. أيضا ستذكر بعض الشبهات المتعلقة بالقرآن والبعث والوحدانية للرد على الملاحدة وعلى المشككين، وإقامة الحجة عليهم بوحدانية الله رب العالمين ونفي الشرك والولد، وإقامة الأدلة على أن البعث حق. ثم ربنا عز وجل يذكر بعد ذلك مشاهد من يوم القيامة، ثم تختم السورة بما بدأت به من محبة الله تعالى وتكريمه لأوليائه وبيان الحكمة من نزول القرآن، وهي البشارة والنذارة. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، على الله على ذكره، وإن كان خيرا صار ذاك حزبي، وإن كان دون ذلك من الشيطان من نفسي. والله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه براء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وهذا أوان الشروع في المقصود، لنبدأ مستعيذين مبسملين التلاوة، ويستفتح والدنا بالقراءة، ثم بعد ذلك يدور الدورة حسب ما يرى. تفضل والدنا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لا لا هنا في إقلاف فضيلتك. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ولم أكن ولم أكن لا 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 ولم أكن بدعائك ولم أكن بدعائك. الآن في رسم المصحف عندكم فضيلتك، ما هو اللي عند حتى نؤكد على ما نحن فيه، اللي هي القراءة برسم المصحف؟ إيش الرسم المصحف الآن؟ النون ماذا والماء إيش على النون؟ ميم. يا سلام، إذن هذه حكمه نون ساكنة، واللي بعد حرف الباء حرف إقلاب. ولم أكن ب ولم أكن ب ولم أكن ب، يعني تقلب النون ميما وتخفى في الباء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقفة هنا، وقفة، اسمحوا لي هنا، اسمحوا لي وقفة، والله هنا وقفة. هل تأملنا يا أحبابي في يوم من الأيام هذه الآية: ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ يعني يا رب أنا عمري يا رب ما رد، لم تردني خائبا ولا محروما من إجابتك إذا دعوتك. تأملت هذه يا أحبابي، هذه معناها: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني يا رب عمري في حياتي أنا لم أكن خائبا محروما من الإجابة، فإنك كنت بي حفيا تجيب دعوتي، وتتنزل ألطافك علي، ويتنزل إحسانك بي. وعمرك يا رب، يعني يا رب عمري أنا ما كنت في يوم من دعائك أني شقيت بدعائك يا رب. يا الله، مثاله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عمرك أخي الحبيب إن أخلصت النية لن تشقى بالقرآن أبدا، لا يشقى صاحب القرآن أبدا من قرأه مخلصا واستكثر من قراءته، لا يشقى أبدا. ولذا تتعجب بعض الناس يقول لك: والله صدري ضايق. يا أخي، أهل القرآن صدرهم يضيقون، ولذلك
فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك واشرح سيدي بالرضا صدري والبس حما ذلي بعزك عزة وأسبل علي الستر يا مسبل الستر ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري وإن رأت الأعداء كيف تكيدني فخذها بكف الكف من حيث لا تدري وصن ماء وجهي عن سؤال مذلة بفضلك واشملني لدى العسر باليسر اللهم آمين اللهم آمين ولم أكن بدعائك ربي شقيا ما أجمل هذه الآية أيها الكرام الفضلاء لما نستحضرها إنك أنت لا تشقى أبدا يا من دعوت الله عز وجل إما أن يعجل لك الإجابة في الدنيا فتراها رأي العين وإما أن يدخرها لك في الآخرة فيصرف عنك أهوالها ويدخلك جنته وإما أن يصرف عنك من الشر والسوء مثلها وزيادة لم أكن بدعائك رب شقيا نعم تفضل قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا لا هنا هنا الباء هنا هنا الباء مكسورة وليست ياء محضة لا رب شقية على طول بشقية بشقية رب شقية رب شقية نعم وإني خفت المعالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعل له قبل سميا يعني لم يسمى بهذا الاسم أحد قبله هذا ذهب إليه المفسرون وذهبوا مذهبا آخر فقالوا المقصود لم نجعل له من قبل مثيلا ومساميا له في خلقه وخلقه فهذه بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة المجيدة نعم طيب ولكن هذا القول لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام لأنهم أفضل من يحيى قطعا لأنهم من أولو إيش العزم من الرسل فيبقى القول الأول هو الأقوى القول الأول هو الأقوى اللي هو لم يسمى به أحد قبله نعم قال رب نعم قال ربي أن قال ربي أن يكون لي غلام كانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا هذا السؤال استفهام الغرض منه التعجب وليس الاعتراض ولا الإنكار غير إله مع الله سؤال استفهامي إنكاري يعني ما في إله مع الله لكن هنا لما قال أن يعني كيف إنما هو تعجب رجل بلغ عمره كم وتسعين مية وكم سنة والمرأة بلغت كم وثمانين سنة وآيست وهو يعني انقطعت أسباب وتعطلت أسباب الحمل هنا فلذلك هو تعجب من هذا الباب نعم ولذلك التعجب مرة معنا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لما حصل بشارة سارة أيضا بإيش لما بشرت سارة بإسحاق نعم قال كذلك قال كذلك ربك هو عليها هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قف عند هذه الآية أخي المستمع الكريم وأخي القارئ الكريم كل شيء عند الله هين إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون وهنا أنوه بعض الناس أقول يا من أمره بين الكاف والنون إيش رأيكم في الكلمة هذه بالذات عند الشباب المتحمسين والوعاظ وكذا يقول لك يا من أمره بين الكاف والنون إيش رأيكم في الكلمة هذه بعد الكاف والنون أيوة يا من أمره بعد كن وليس بين الكاف يقول الشيخ بن عثيمين وبين الكاف والنون لا شيء حروف هذا حرف لا يكتمل به
به معنى. نعم، فهنا وقفة. الوقفة الثانية أحسن الله إليكم أن كل شيء عند الله هين تبارك وتعالى، فالله عز وجل قادر تبارك وتعالى في لمحة بصر أن يزيل بلادا من على وجه الخريطة، وفي لمح البصر أن يغرق بلادا، وأن يقول للبراكين تحرك في الجزيرة الفلانية وفي الأعاصير إلى الجزيرة الفلانية، هو على كل شيء قدير. وليس للإنسان إلا أن يسأل الله العافية لكي يعلم أنه ضعيف مهما بلغ من تقدم، ومهما بلغ من سطوة، ومهما بلغ من حضارة، أنه ضعيف أمام الله عز وجل. ويمكنكم أن تروا عجب العجب العجاب فيما الآن في جزيرة ألابالما في تتبع لأسبانيا، وترون أيضا ما نزل في بعض بلاد أوروبا، ألمانيا وغيرها وفرنسا، من الأعاصير والحرائق إلى غير ذلك، سواطب بالمسلمين في كل مكان، حتى يعلم المسلم أن الله على كل شيء قدير. وإن عظم في نظره شيء فالله أعظم من كل شيء، واسمه العظيم وهو العلي العظيم. نعم. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. أيوة، ما كان في ذلك الوقت لا في سونار ولا في الأشعة التلفزيونية ولا أي حاجة، فقال يا رب طيب اجعل لي آية أستدل بها على ذلك الحمل ويطمئن قلبي. وهذا منه ليس شكا، مثاله رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هذا زيادة علم وزيادة وصول إلى عين الحقيقة، إلى عين اليقين، إلى علم اليقين. فقال الله عز وجل له آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، وفي آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا. فهو كان عنده سبحان الله موعظة يلقيها على قومه في كل ليلة، فإذا جاء لكي يخرج إليهم ينعقد لسانه ويصيبه الخرس من غير آفة ولا علة. الله أكبر. لكن أيها الكرام الفضلاء، لا يفتر لسانه عن التسبيح. إذا جاء يسبح لا يكن ممنوعا من التسبيح، إذا جاء يسبح لا يكن ممنوعا عن إيش؟ لا يكن ممنوعا عن التسبيح. ولذلك ربنا قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لكنه دله ربنا تبارك وتعالى لما قال ربنا عز وجل نعم ستأتي معنا هذه الآية. تفضل فضيلتك. نعم. رجع على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الله أكبر. المحراب مكان الصلاة، المحراب هو مكان الصلاة، فأشار إليهم، وفيها أن كلام عند غير النحويين، عند غير النحويين، أما عند أهل النحو كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، كما قال ابن مالك في ألفيته. الكلام عند أهل اللغة لابد أن يكون بإيش؟ أن يكون ملفوظا، أن يكون ماذا؟ أن يكون ملفوظا. أيها الفضلاء الكرام، نعم نعم أن سبحوا بكرة تفضل. نعم أكمل فضيلتك. نعم أبو الحسن. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. هذه ثلاث صفات الله عز وجل جعله رؤوفا رحيما وحنانا من لدنا، يعني عنده رحمة ورأفة
تتيسر بها أموره وتصلح بها أحواله وتستقيم بها أفعاله، وزكاة يعني طهارة من الآفات والذنوب. ومن الأوصاف المذمومة الردية، وكان تقيا، يعني ما معنى تقيا؟ يعني يفعل المأمور ويترك المحظور. انقطع الصوت يا شيخ. شيخ نمالي تفضل يا حبيب قلبي. انقطع الصوت. انقطع من فين؟ تقية. وكان تقية؟ ايه نعم، هذه الصفة الثالثة. ومعنى تقيا يعني يفعل المأمور ويترك المحظور. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم تفضل. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله أكبر. هذه الصفة ليش؟ هذه الصفة الرابعة، البر بالوالدين. مو يبر الأم ويعق الأب أو العكس، لا، بوالديه جميعا. ولابد أن ننوه هنا على التقصير الذي يحدث في بر الوالد. بر الأم متركز في قلوب الناس، لكن التقصير في بر الوالد، وهذا يحدث كثيرا أيها الكرام الفضلاء، لا يقيم لأبيه وزنا ويعق أباه، يظن أنه يرضي بذلك أمه. يقول لك: يا أخي أبوي زعلان مع أمي، أنا في صف أمي. لا، جزاك الله خير، أنت تكون في صفهما جميعا، وتتقي الله عز وجل في أبيك كما تتقيه في أمك، واعلم أنهما بابان من أبواب الجنة. وبرا بوالديه، هذه الصفة الرابعة. والخامسة: ولم يكن جبارا. السادسة: ولم يكن عصيا، ما عنده تجبر ولا تكبر على عباد الله، بل متواضعة، ومن تواضع لله رفعه الله. طيب، ركزوا معي هنا في يحيى، قال: ولم يكن جبارا عصيا. سيأتي معنا في قصة عيسى جبارا شقيا. تذكروا السؤال: فما هو الجمع بينهما؟ ليش هنا عصية ولماذا هناك شقية؟ لما نأتي إليها إن شاء الله ذكروني بالسؤال. واقدحوا أذهانكم للجواب بدون العودة لشيخ جوجل. تفضلوا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. فهو يسلم من الشيطان في ولادته، ويسلم من الشيطان في موته، ويسلم يوم يبعث حيا من النار وأهوالها. وهذه صفات ومناقب له تكتمل بذلك كم؟ 10 أظنها كذلك. وحنانا وزكاة، كان تقيا، برا بوالديه، لم يكن جبارا، لم يكن عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 9 صفات، ومعها العاشرة: لم نجعل له من قبل سميا. هذه صفات يحيى عليه السلام، 10 صفات جميلة جليلة عليه السلام. السؤال الثاني في المقارنة بين يحيى وعيسى هنا الآن. قال الله عز وجل في يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، بالتنكير. وقال عند عيسى: والسلام، قال هو: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فما وجه التوجيه في هذين الموطنين؟ نرجئ الجواب لما نصل إلى قصة عيسى، تذكرون في السؤال. تفضل. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. عددوا معي هذه القصة الكام في السورة الآن؟ هذه القصة رقم كم؟
رقم اثنين ثانية. أحسنتم، هذه القصة الثانية بعد هذه قصة زكريا، وبعدين جينا ويحيى ابنه الآن مع مريم وابنها عيسى. تفضل أيوة، تعدد معي القصص الآن للأنبياء الذين يذكرونها. تفضل. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل. فخم الراء، فخم الراء. فأر 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 فأرسلنا إليها روحنا. أظهر أظهر لام الفعل، أظهر لام الفعل. فأرسل أظهر لام الفعل فضيلتك. نعم. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يا سلام. فأرسلنا إليها روحنا، كلمة روح في القرآن أيها الفضلاء الكرام نقف عندها وقفة، نقف عندها وقفة. كلمة روح في القرآن ذكرت كلمة روح في القرآن أيها الفضلاء الكرام 24 مرة، 24 مرة. لا وهذه معانيها على 3 معاني. المعنى الأول أنها الروح التي خلقها الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. المعنى الثاني جبريل عليه السلام قل نزله روح القدس من ربك نزل به الروح الأمين. وأيضا في مثل هذه الآية، في مثل هذه الآية المقصود به هنا ماذا؟ جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام. المعنى الثالث هو القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه به تحيا القلوب، لأنه به تحيا القلوب. هذه 3 معاني للروح، لا رابع لها. نعم. فتمثل لها بشرا سويا، يعني نزل لها على صورة الرجال، في صورة هيئة جميلة حسنة لا عيب فيها ولا نقص. وجبريل يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، ويأتي في صورة أعرابي لا عليه أثر السفر، ويأتي في صورة رجل كما في قصة مريم، ويأتي في صورة التي خلقه الله عليها 600 جناح، كل جناح يسد الأفق كما في غار حراء، والموطن الثاني اللي هو عند شق صدره. نعم. وقيل موطن ثالث عند سورة الضحى. نعم. تفضل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله أكبر. والله هذه وقفة جميلة 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 يا أحباب الكرام. قالت أعوذ بالرحمن، ألتجئ أعتصم به، أن تنالني بسوء، أنا معتزل عن أهلي بعيد، أتعبد الله عز وجل، فلا تطمع فيا. إن كنت تقيا. الله أكبر. التقوى تمنع الإنسان من كل فحش في القول والعمل. إذا ما خلوت الدهر يوما وانت كده جالس لوحدك في غرفتك لا يراك إلا الله عز وجل، لا تقول ما حد شايفني، تقلب مواقع، تسمع أغاني إلى غير ذلك. وكما قال بعض السلف، الإنسان يعني ينبغي أنه يراقب الله عز وجل، أنك أنت في كل وقت وفي كل حين وتستحي من الله عز وجل كما تستحي من صالح قومك. يعني ينبغي أنك أنت تستحي من الله عز وجل كما تستحي من صالح قومك سبحان الله، من الرجل الصالح الذي يكون فين، الذي يكون في أهلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك رجلا من الأنصار،
أوصاه بها الوصية. أيها الكرام الفضلاء، أوصاه بهذه الوصية كما جاء من حديث سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أوصني، قال أوصيك أن تستحيي، أن تستحي، أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. الله أكبر. هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان وأحمد في الزهد وصحيح العلامة الألباني في الجامع الصغير. أن تستحي من الله كما تستحي من صالح قومك. ولذلك إذا جد خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، والله في الخلوة ثانيك. فهذا موقف عظيم أيها الكرام، أيها الكرام الفضلاء، ذكرته بالله تبارك وتعالى: إن كنت تقيا. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وبعض الناس لأن تقول له اتق الله يقول لك أنا متق الله قبل ما أشوفك، يقول لك لو كان أكبر منك يقول لك أنا متق الله قبل ما تولد. لا يا أخي، الله قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. فمن يقول لك اتق الله قل له حبا وكرامة: جعلنا الله وإياك من المتقين، واسعى في تقوى الله عز وجل والعمل لها، فهي منزلة عظيمة زكاها الله في أول قرآنه، قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفصل بعد ما أجمل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فجعل جزاءهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعل الله وإياكم منهم. نعم. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، فعوضها الله بعفتها ولدا صالحا آية من آيات الله عز وجل. وما إن تترك لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه. فأراد جبريل أن يزيل الروع والخيفة منها فقال: إنما أنا رسول ربك، بأسلوب الحصر والقصر، الماء التي دخلت على إن المشددة فكفتها عن العمل، الكافة المكفوفة. قال: لا تخافين، أنا من الله جايلك ما من أحد تاني. لأهب لك غلاما زكية. وهذه الآية رد على الصوفية القبورية الذين يقولون إن الولي وإن الملك يخلق مع الله عز وجل. أما سمعت لقول الله لأهب لك غلاما زكية؟ قلنا له: أخطأت وقلت عجرا وبجرا، فإنه قد صحت القراءة العشرية: ليهب لك غلاما زكيا. صحت هذه القراءة: ليهب لك غلاما زكيا. فلا وجه هنا لما قاله أمثال هؤلاء، فلا وجه هنا لما قاله أمثال هؤلاء، وإنما قال: لأهب لك غلاما زكيا. إنما هذا القول من الله، والقول يكون لمقوله، والقول يقول لمقوله. وممن قرأ بهذه القراءة أبو عمرو البصري ونافع المدني، ونافع المدني: ليهب لك غلاما زكيا. نعم، تفضل. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. انظروا أن هذا الاستفهام، نحن قلنا وش هو الاستفهام هذا؟ تعجب، تعجب. أيوة، استفهام الغرض منه التعجب، أحسنتم. فكما تعجب زكريا من الغلام الذي يأتيه
وهو قد بلغ من الكبر عتيا. فتعجبت مريم أيضا كيف يأتيها الغلام وهي التي لم تتزوج ولم تكن بغيا حاشاها ولا تمارس الزنا، فكيف يأتيها هذا الولد؟ نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نعم، كما قال لزكريا هو علي هين كذا، وإن كان هناك السبب موجود لكنه متعطل فهو علي هين أيضا، وإن كان السبب منعدما في قصة عيسى عليه السلام، وهذا أمر قضيته أنا، يقول الله عز وجل خلاص الأمر هذا أنا قضيته قضاء سابقا، فلا بد من نفاذه ولا بد من حدوثه ولا بد أن يحدث هذا الأمر، وجعله آية يضل فيها من يضل ويهتدي فيها من يهتدي ويهتدي فيها من يهتدي. فكنا بحمد الله نحن المسلمين من الذين هدانا الله لكي نعلم أن عيسى عبد لله عز وجل ليس ابن الله، حاشاه ما كان لا يتخذ من ولد سبحانه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وسيأتي في آخر السورة تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة ينفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فيكون عيسى آية ورحمة بالناس ورحمة بأمه نعم. فنفخ جبريل في جيبها، يعني فين في الجيب؟ الجيب اللي هو تعرفون الفتحة اللي يدخل منها الثوب أو الجلابية للمرأة من جهة الرقبة، هذا اسمه الجيب. عرفتم مشايخ؟ حبايبي عرفت ليش هذا الجيب؟ الله يسعدك. انت الان لما بتلبس الثوب ايش اللي بتدخل الثوب؟ بتدخل فتحه كده في راسك صح؟ ايوه وبتزررها صحيح؟ تمام. مكان الزرائر، ايوه مكان دخول الرقبه هذه في الثوب وفي الجلباب للمراه اسمها الجيب. فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها، نعم، فحملته فانتبذت. تفضل. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يا الله، شوف المرأة العفيفة سبحان الله، ليست سلفع من النساء ولا خراجة ولا ولاجة، حملت بعيسى وخافت الفضيحة فانتبذت، ونبذ الشيء هو إلقاؤه بقوة في مكان بعيد. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، رميناه انتبذت، راحت مكان بعيد قصي بعيد. لما قرب ولادها فراحت مكان بعيد، لكن لما قربت ولادتها، ايوه طيب تفضل. نعم. فأجاءها المحاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا أعد وركز على ضبط الكلمة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عيد وكنت نسيا منسيا. أنظرتم؟ فلما ألجأها المخاض، فأجاءها يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، لما آلمها وجع الولادة ووجع قلة الطعام والشراب، وأيضا تألم قلبها مما سيقوله الناس، وخشيت أن لا تصبر على ما يقوله الناس، تمنت أن تموت من قبل هذا. طيب، هل للإنسان أن يتمنى الموت؟ هذه الآية نطبق عليها قاعدة إيش يا حبايبي؟ إحنا الآن نبغى القواعد الأصولية.
احنا قلنا القاعدة الأصولية موجودة في القرآن والسنة. ايش القاعدة الأصولية التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآية؟ أحسن الله إليكم شيخنا. تفضل. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ها؟ شرع من قبلنا ليس ليس شرعا لنا. وشرع من طيب. قبلنا شرعا لنا. ممتاز. ممتاز. حلو جدا جميل. طيب. في دعاء هذه على من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. يا سلام. أحسنتم. إذن نأخذ هذه القاعدة ونأخذ هذا الحديث ونؤصل لمسألة: ما هو حكم تمني الموت؟ ما هو حكم تمني الموت؟ وضحت الآن؟ لابد أن نتذكر أولا أن طول عمر المؤمن إذا كان في الصالحات خير له من الموت. والدليل قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي صح الألباني: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وعند الطبراني وأبي نعيم في الحلية وصح الألباني أيضا قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وأيضا القصة الجميلة عن أبي هريرة عند أحمد في المسند صح العلامة الألباني في قصة الشابين الشابين هذول الذين كان أحدهم مجاهد ومات قبل أخيه والآخر مات على فراشه، فرأى طلحة بن عبيد الله في المنام فقال رأى المؤخر اللي مات على فراشه دخل الجنة قبل إيش؟ قبل المجاهد. قبل المجاهد. فتعجب من الرؤية، قص على الصحابة تعجبوا، قصوها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعجبتم من هذا؟ قالوا: إي والله. قال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6,000 ركعة أو كذا وكذا ركعة؟ يعني النبي ماذا فعل؟ 360 في 5 تطلع بكم؟ 5 × 0 = 5 × 0 = 35 5 × 3 = 15 و318 1800. يعني سبحان الله وصلى 6,000 ركعة، هذه 1800 صلاة تضربها بعدين في كل صلاة وكذا تطلع لك 6,000 ركعة. قال: لا، هنا الفضل. نعم، هنا كان الفضل. ولذلك يقول الإمام الطيبي رحمه الله قال: إن الأوقات والساعات رأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيها وينبغي أن يتجر فيما يربح، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. ولذلك قيل لبعض السلف: طاب الموت. قال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر، خير لك من موت الدهر. لكن هذا لمن يطول عمره ويحسن عمله. ثم ما ذكره والدنا الكريم من حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ولذلك عند البخاري قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. والأدلة في ذلك كثيرة. ثم نختم بقوله: لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. لكن من يقول من أهل العلم أن هناك حالات يشرع فيها تمني الموت إذا خشي على دينه من الفتن، كما جاء عن محمود بن لبيد عند أحمد صح الألباني: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير المؤمن الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، أقل
للحساب. وأيضا دل على مشروعية الفتن عند مشروعية الموت عند الفتن ما صح ما روى الترمذي صحيح الألباني قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال ابن رجب: وهذا جائز عند أكثر العلماء. وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في تمني الموت أنهم تمنوا الموت خوفا من الفتنة. خوفا من إيش؟ من الفتنة. طيب من يذكر لنا عالما من العلماء المتقدمين تمنى الموت؟ ها يا مشايخ؟ ألو؟ الشيخ بن عثيمين؟ لا لا، من العلماء المتقدمين في القرون الثلاثة الأول. الإمام أحمد؟ لا 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 لا، عالم محدث وليس الإمام أحمد، من أصحاب الكتب الستة. البخاري. البخاري. البخاري لما اشتد به ما اشتد من الفتن ومن أذية الناس تمنى الموت، فمات في عيد الفطر في خرتنك سنة 264. وأيضا طيب عمر رضي الله عنه وأرضاه روى مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر لما انتهى من الحج نزل بالأبطح ثم كوم كومة من الرمال وحط عليها الرداء حقه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يقول سعيد بن مسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يجوز تمني الموت إذا كان شهادة في سبيل الله، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: لولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وجه الدلالة أن النبي هنا تمنى عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله، وما ذاك إلا لعظيم أجر وفضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه هي الخلاصة أيها الكرام الفضلاء، أن يكره للمسلم أن يتمنى الموت إن كان ذلك بسبب المرض أو بسبب الدين أو إلى غير ذلك، بل عليه أنه يصبر ويستعين بالله تبارك وتعالى، ولا يكون تمني الموت إلا على ما ذكرنا من على ما ذكرنا من تمني الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. أدعو بالدعاء: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا أذكر الصوت يقطع يا شيخ. جهد يعني مريض مرضا شديدا حتى صار مثل الفرخ. من فين قطع؟ من فين؟ عندك يا شيخ الصوت راح. عند الدعاء يا شيخ. ايوه، من فين راح؟ اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي. اي نعم، فقلنا هذا في كراهية تمني الموت الا لطلب شهادة او خوف فتنة، وليدعو بالدعاء الذي صح من حديث أنس: اللهم حين ما كانت الحياة خيرا وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ثم أختم لكم بذكر قصة جميلة، هذا أخرجه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع، وأصله عند الإمام مسلم في الصحيح، أصله عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا قد جهد يعني مرض مرضا شد حتى صار مثل الفرخ، فالنبي بيقول عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. بعض الناس كده، نسأل الله عفو السلامة، يقول: يا رب إذا أنت بتعاقبني في الآخرة خلصوا مني في الدنيا.
والله وقف علي رجل عند دوام المسجد تذكرت حديث النبي هذا قبل سنوات، فعلا جهد جهدا شديدا وأهمت مالك نفسه وفي هدوم رثة ووجهه يعني نحيف ونحيل. قلت له يا أخي أنت إيش بك؟ قال أنا كنت بدعو أقول يا رب إذا معذبني في الآخرة عذبني في الدنيا. قلت له يا أخي ليش؟ النبي نهى عن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطيقه سبحان الله. ألا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الرجل الله بذلك فشفاه الله عز وجل. لذلك يا أحبابي يا أخواني إنسان ينتبه من مثل هذه المواطن التي تكون في الدعاء فيها مخالفة فين في الدعاء. طيب نرجع لما نحن فيه، تفضل. نعم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله أكبر. وفي قراءة فناداها من تحتها يعني عيسى عليه السلام، لا تخافي قال لا خلاص. وطبعا جعل يعني وقيل إنه هو الملك، هو الملك الذي ناداها، وهذا هو الصواب إن شاء الله. ألا تحزني لا تخافي لا تجزعي لا تهتمي لا تغتمي قد جعل ربك تحتك سرية. وقيل سرية يعني نهرا بالسريانية. وطبعا هل في القرآن كلمات أعجمية؟ لا، إنما هي كلمات مترادفات في اللغات، كلمات مترادفات فين؟ في اللغات. سرية يعني نهر تشربين منه. وبعدين إيش؟ تفضل. نعم أيوه. وهزي وهزي إليك بجزع النخلة تساقط. ذال 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 نريد أن نظهر الذال بجز. وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما هي القاعدة التي نستفيدها من هذه الآية؟ وجوب الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، أحسنتم، الأخذ بالأسباب وعدم الاتكال على الأسباب. نأخذ بالأسباب لكن لا نتكل عليها، نأخذ بالأسباب ولكن المسبب هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يقضي ما يريد. طيب من يذكر لنا دليلا في الأخذ بالأسباب؟ دليل مشهور جدا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إنما الأعمال بالنيات. لا ها؟ أشكر كل الله حقه كله رزقكم كما رزق الطير تروح تغدو خماصا وتروح بطانا. ممتاز، هذا أنا أريد أظهر منه. من لا يتوكل في زي شيخنا لا يتوكل أو يا جماعة يا جماعة اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. مش الرجال بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اتركها وأتوكل ولا اعقلها وتوكل؟ قال لا اعقلها و اعقلها و اعقلها وتوكل. هذا من باب الأخذ. ولذلك قالوا هذا طبعا يترتب عليه مسألة، يقول لك وما سرق من غير حرز فلا قطع يد فيه، فلا ما فيه قصاص لكن فيه تعزير. يعني واحد سايب سيارته مفتوحة وجاء واحد سرقها، أو واحد حاطط فلوسه في شنطة السيارة ما هو حاطها في مخزن ولا في حرز وانسرقت، هذا لا يقطع يده لكن يعزر، إنما يكون إقامة الحد في من سرق من حرز، في من سرق من حرز. طبعا هذه المواطن احنا بنتكلم فيها ترد على من يقول لك يا اخي اصول الفقه هذه من فين جبتوها؟ جبناها من القران، كل شيء اتينا به من كتاب الله عز وجل. وهذا امراه في المخاض، وتعرفون ان المراه في المخاض تكون ضعيفه لا تقدر حتى تسوي شيء، لكن لكي يقرها ربنا عز وجل خذي بالاسباب، خذي بالاسباب تساقط عليك. وفي روايه الساقط، وفي روايه الساقط يعني من كثرة التمر اللي ينزل عليك الرطب. ومن هنا قالوا فائدة طبية أن الرطب مفيد للمرأة في وقت إيش؟ في وقت النفاس، في وقت النفاس الرطب والماء، الرطب والماء مفيد للمرأة في وقت النفاس. فكلي واشربي. الله أكبر. نعم تفضل. أحسنت، متعتنا أمتعك الله، جزاك الله خير. أحسن الله عليك. الأخ مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هنا الملك بيقول لها كلي واشربي وقري عينا. وإذا أتيت إلى الناس فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب ما هي القاعدة التي نستفيدها من هذه الآية؟ شيخ شرع من قبلنا أنه كان لديهم الصوم هو عبارة عن سكوت. ممكن. طيب جميل. ثم ماذا؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عدم الرد على لا أنا ما أنا أريد قاعدة وليس وليس فائدة. نستفيد هنا أن الحقائق ثلاثة. الحقائق ثلاثة: حقائق لغوية وحقائق عرفية وحقائق شرعية. والمقدم عند الاختلاف الحقيقة الشرعية. طيب من ينزل لي هذه القاعدة على هذه الآية؟ أعيد القاعدة تقول الحقائق ثلاثة: حقيقة لغوية. بعض الناس يقول لك لغوية. اللغوية من اللغو، إنما اللغوية من اللغة. حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. وعند الاختلاف بين هذه الحقائق فإن المقدم هو الحقيقة الشرعية. من يأتي لنا ينزل هالقاعدة على هالآية؟ شيخنا. نعم. السلام عليكم. شيخنا لفظ الغائط. الغائط في اللغة اللي هو المكان. لا لا, لا لا أنا بقول لك من ينزل لنا هالكلام على الآية، لا أن تأتي بمثال من عندك. أنا أبغى أنزل الكلام هذا على الآية هذه. شيخنا اني نذرت للرحمن صوما. ايوه الحقيقه الشرعيه الصوم اللي هو الكف عن الاكل والشرب. اي احسنتم، هذا هو. احنا نقول هنا ان ياتي بعض الناس الان فيقول لك يا اخي في رمضان ياكل ويشرب، يقول لي يا اخي صوم، يروح يعمل لك يشير لك الى فمه يعني خلاص ويجيب لك الايه هذه. نقول لا، الصوم معناه في اللغه هو الامساك، عموم الامساك، صح؟ هذا هو الصوم. وفي الشريعة إيش؟ الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فهنا اختلفت الحقيقة اللغوية من الحقيقة الشرعية، فالذي يقدمه الحقيقة الشرعية. ولذلك قالوا خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كاللجمة. ما معنى خيل صيام؟ يعني ممسكة عن العدو والجريان. نقول صامت السماء يعني أمسكت عن المطر، صامت الأرض أمسكت عن الزرع، صامت البقر أمسكت عن الضرع، لكن ليس هو المقصود هنا. نعم أحسنتم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. الألف هنا تفيد الاستغراق، أي حد. وهنا النكرة تدل على العموم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تفضل. أحسن الله إليكم. يا أخت هارون. عم منير قفل الميكروفون. تفضل. أحسن الله إليكم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هنا وقفة. هنا وقفة أيها كرم الخضراء. لما أتت إلى قومها قالوا لقد جئت شيئا فريا، يعني عظيما، شيء وخيم جدا، إنك أنت البغاء هذا، يعني رموها بذلك في طيات كلامهم. وإن في المعاريض
يعني هذه استخدموا معها إيش التورية في الكلام لمكانتها في قومها وأخلاقها المعروفة. فالإنسان لما يأتي في خطأ وله إرث من خلق صالح لابد أن نكون عن عليه إيش يعني لا نشتد عليه كثيرا. هذا الأسلوب يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يذكروها بماضيها التليد, يذكروها بماضيها التليد, ويذكروها بأن هذه الذرية كما قال ابن عزيز ذرية بعضها من بعض, والمنبت الصالح لا يري لا في الغالب يعني لا ينجب إلا صالحا. طيب نستطيع هنا أن نقول إيش القاعدة اللي نقدر نقولها هنا في الآية هذه؟ الأصل أيوة, أيوة يا سلام, الأصل السلامة والبراءة الأصلية, والبراءة الأصلية نعم. طيب قاعدة ثانية, قاعدة ثانية الأصل بقاء الشيء على ما كان, يبقى ما كان على ما كان نعم ممتاز. قاعدة ثالثة الاستشهاد بصلاح الوالدين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ممتاز. وكان أبوهما صالح. ممتاز, هذه فائدة, أنا أريد قاعدة أصولية فقهية حبايبي الله يرضى عليكم. اليقين هذه فوائد هنا أن هو القرينة معمول بها, يؤخذ بالقرينة صح ولا لا؟ القرينة معمول بيش بها, والبينة على المدعي, واليمين على من إيش أنكر, على من أنكر أيوة على من أنكر, البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم. والأمر الآخر أن الدعاوى لابد لها من بينات, أن الدعاوى لابد لها من بينات. تفضل أحسنتم جميعا نعم. فأشارت إليه, أحسن الله إليه, فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الله أكبر سبحان الله, أشارت إليه خلاص إن هذا الموضوع عنده. قالوا طيب إحنا كيف نكلم من كان في المهد إيش صبية. أيضا قاعدة يبقى ما كان على ما كان, والغاية محكمة لأن والعرف معمول به, لأن الأصل أن الطفل ما يتكلم صح ولا أه؟ صحيح أيوه ممتاز تفضل نعم. أحسن الله إليكم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طيب ممتاز, هنا أول ما رد عليهم دحض كل ما عقيدة النصارى واليهود. قال إني عبد الله, أنا عبد لله عز وجل, خاطبهم بوصف العبودية وليس بوصف الإلهية ولا بنوة الإله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا, هذا رقم واحد. لكن الله عز وجل فضلني وأتاني الكتاب. ما هو الكتاب هنا؟ إنجيل. الإنجيل. 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 نعم. وجعلني نبيا, وأنني من جملة أنبياء ربنا تبارك وتعالى. نعم. وجعلني مباركا. سؤال. إيش سؤال إيش؟ ما فيش سؤال إيش؟ قلت ذكروني على السؤال اللي بإيش إيش الأمر متقارب من شقية وعصية. أحسنت. جزاك الله خير, أنت منتبه جزاك الله خيرا, ولك جائزة عبر الزوم تأتيك بالأثير إن شاء الله, دعوة بظهر الغيب. أحسنت ممتاز. أيوة الآن إيش عصية
وشقية، كيف نوجه هاتين اللفظتين؟ اقدحوا الذهن، مايند ستورمينج، تفضلوا. شيخنا احسن الله عليك، ممكن نقول من يعني بلاغه قول الله سبحانه وتعالى انه في بعض الايات يعني نفس الشيء لكن تتغير اللفظه. عصيه لما يكون شيخنا بين ابو ام بين الوالدين، شقيه لما يكون بس ام. يا سلام، احسنتم احسنتم. نعم، كلكم على خير، جزاكم الله خير، احسنتم، جزاكم الله خير. انما هذا الدرس بكم، انا لست الا ملقي، انا ما عندي ولا شيء، يعني الدرس بكم انتم، يقوم بكم بعد الله عز وجل. جزاكم الله خير على هذا التفاعل وعلى هذا الحضور، لا حرمنا الله واياكم الاجر لهذا المجلس وجعله شاهدا لنا يوم نلقاه تبارك وتعالى. نعم، يقول لك عصيه ان هنا اقل من شقيه، لان الاب والام موجود، لان الوالدين موجودان، فإذا عصى الوالد الأمة فإنها يسري عنها زوجها، صح ولا لا؟ فتنسى، صحيح صح صح، فتنسى ما يفعله الولد. لكن لما يكون ليس لها بعد الله إلا أنت، ما لها بعد الله إلا أنت، فهذا شقاء منك أن تكون عاقا بأمك وليس لها أحد بعد الله إلا أنت، شقاء والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الشقاء. وأحكي قصة حصلت في بحرة يا أحبابي قبل سنوات، أن شابا يتيما ربته أمه حتى كبر 17 سنة أو 18 سنة، وأتعب أمه تعبا كثيرا، يعني مع يخرج مع أصحاب المخدرات وإلى آخره. ثم شاء الله عز وجل في ليلة من الليالي أن يتوب هذا الولد، فإذا به يخرج عند أمه مغتسلا لابسا ثوبا أبيض نظيفا، وقال لأمه: يا أمه أنا رايح الحرم اليوم، ادعي لي. قالت: روح يا ولدي، الله يحسن خاتمتك. تأملتم الدعاء؟ إيش دعت له؟ الله يحسن خاتمتك. أيوة أيوة أيوة. لكن الدعاء يعني ألا ترونه أنه عجيب؟ يعني لسه ولد أبو 17 سنة وكذا، يعني مثلا ممكن الام تقول: الله يطول بعمرك، الله يزوجك يا ولدي، فهمت؟ صح ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ بالنسبه لي ايوه نعم. قالت له: الله يحسن خاتمتك. مات هذا الولد ساجدا في الحرم في السحر، في الساعه الاخيره من السحر. سبحان الله، مات ساجدا في الحرم في الثلث الأخير من الليل، أيها الكرام الفضلاء، رحمه الله وتجاوز عنه. ونسأل الله أن يعسلنا وأن يحسن ختامنا وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن يميتنا في بقعة وزمان فاضلين يحبهما تبارك وتبارك وتبارك وتعالى. أذكر هنا من تكلموا في المهدي. قال السيوطي رحمه الله: والذين تكلموا في المهدي 11، نظمهم السيوطي في هذه الأبيات. وأنتم الآن خليكم معي، انظروا من الذي يصح الأثر والنقل فيه ومن لا يصح. كل واحد معه ورقة وقلم، بعد ما انتهي من الأبيات قولوا مين اللي صح ومين ما صح. تكلم في المهدي النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم وزاد بعضهم 2 فجعلها 13 ونوح ببطن الغار في يوم وضعه وموسى من التنور والنار تضرم. الآن عندنا 13 واحد الآن تكلموا في المهد، من الذي صح منهم ومن الذي لم يصح؟ صح منهم ثلاثة. أعتقد يا شيخ صح منهم 3. طيب
من هم؟ مبرئ وجريج. طيب أيوة. وطفل يوسف عليه السلام. في قصة يوسف. شاهد يوسف أيوة. شاهد يوسف وعيسى عليه السلام. طيب. هذول الثلاثة التي شيخنا. لا في طفل يا جماعة الله يرضى عليكم، أنتم منكم المهندس ومنكم طالب العلم ومنكم معيد الجامعة، إحنا ما أنا قاعدين في فصل في ابتدائي، لما ينتهي هذا المتكلم وينتهي وينصرف الثاني يدخل ويدينا معلومة الله يرضى عليكم، ما في دعته بايكوت انتربتد فور أذرز، ما ينفع الكلام هذا غفر الله لكم. انتهيت يا باشمهندس خلاص أنت الآن انتهيت، جزاك الله خير غفر الله لنا وإياك. يلا يلا يا عم منير تفضل. عم منير يتفضل. أيوة. عم منير يعطينا طيب. يعطينا ما عنده. في طفل ماشي ضد اسمه مرت فرعون برضو، هذا من الذين تحدثوا هم أطفال يعني. ما أسمعوا شيئا، ما سمعت شيئا، ما سمعت ولا شيء. أظن الطفل ماشي ضد مرت فرعون. إيش ذكر في الأبيات ذكرت الشيخ في طفل ماشي ضد مرت فرعون. ممتاز صحيح. أيوة ابن ماشيطة فرعون صحيح. طيب وبعده في شيء تاني؟ نعم يا شيخ تفضل. طفل الأخدود. يا سلام ممتاز. وطفل لذوي الأخدود يرويه مسلم. ممتاز. من تاني يزيدنا زادكم الله خيرا؟ عيسى بن مريم. نعم وعيسى بن مريم. نعم ممتاز. طيب وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، جاء في الحديث الصحيح، هذا اللي هي في حديث جريج العابد. ممتاز. طيب إذا نقول الذين تكلموا في المهدي أحباب الكرام صح بهم الأثر عند البخاري وغيره، مبري جريج هذا رقم واحد وحديثه في الصحيح، وعيسى عليه السلام، وابن ماشطة فرعون، وطفل الأخدود، وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لا تزني ولا تتكلم، هؤلاء هم الخمسة. أما شاهد يوسف الصواب أنه لم يكن طفلا، وشهد شاهد من أهلها. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. نكمل أحباب الكرام تفضلوا. جزاكم الله تفضلوا. أحسن الله إليكم. والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهنا السؤال يا شيخنا الآخر. سؤال إيش؟ السؤال السلام. ها؟ السلام هنا بالتعريف وهناك بالتنكير في قصة يحيى عليه السلام. ممتاز. يا سلام صحيح. ممتاز. كيف نجمع بينهما؟ أن هنا شيخنا من كلام عيسى عليه السلام قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، وهناك ما أسمع. وهناك بليش؟ وهناك بالتنكير من كلام الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت إخبار من الله. ممتاز جميل. من يزيدنا شيئا؟ شيخ أنا لو تسمح لي شيخ أنا ما فهمت إيش مغزى السؤال. ما هو وجه الدلالة في قول ربنا تبارك وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا في قصة يحيى، وفي قول ربنا عز وجل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا في قصة عيسى؟ يا رزي فيها قول أن أنكم حاجة بين يحيى وعيسى عليه السلام. إيش؟ محاجة بين يحيى عليه السلام وبين عيسى عليه السلام. كيف يعني حاجة حدوم الآخر؟ أيوه أن يحيى يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى عليه السلام، بينما ممتاز. عيسى عليه السلام ألقى السلام على نفسه. ممتاز. هذا وجه آخر أيضا. طيب من يزيدنا زادكم الله خيرا؟ أحسن الله إليكم يا خير. تفضل قول يا فارس. نعم قول تفضل.
ممكن الشيخ نقول في الموضع الأول أنه هذا يعني تشريف من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام. أما في الموضع الثاني يعني إثبات المعجزة هذه اللي هو الكلام في المهد. وهذا وجه ثالث أيضا. تفضل من يزيد. أحسن الله إليكم. والسلام علي يوم ولدت. هنا يا شيخنا أخبار أنه خلاص قد انتهى يعني من الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليه السلام يوم ولد ويوم يموت ويوم بعث حي. وهناك في قصة يحيى وسلام عليه دعاء شيخنا. ممتاز. طيب ثم ماذا؟ طيب أقول لكم أنا أيها الكرام الفضلاء، وسلام عليه مبتدأ وخبر صح؟ مبتدأ وخبر ومتعلق أيضا بالفعل المضارع، ومتعلق أيضا بالفعل المضارع ليكي يوضح لنا الحالة التي سيموت فيه عليها يحيى عليه السلام. ويوم يموت هذا المضارع وقد قتله اليهود صحيح؟ صحيح. ويوم يموت ولكن عيسى ابن مريم لم يموت لتستحضر لأيوة عيسى ما زال حيا ينزل إلى آخر الزمان. نعم لاستحضار الحالة التي سيموت عليها. ولم تذكر قصة قتله في القرآن إلا إجمالا في هالموضع. ويوم يموت وسلام يعني إيش؟ يسلمه الله تبارك وتعالى حتى عند موته. طيب أيضا هذا فيه أسلوب يسمى الالتفات. هذا يسمى أسلوب الالتفات وهذه صنعة بلاغية معروفة عند العرب اللي هو الالتفات. أسلوب من أساليب إيش؟ البلاغة. إنك تبدأ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن المخاطب، وكذلك تنتقل من خطاب الواحد والاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر، وتنتقل من الإخبار بالفعل المستقبل أو القادم إلى الأمر، ومن الماضي إلى المضارع، ومن أسلوب المخاطب إلى أسلوب الغيبة إلى أسلوب الغيبة. وأيضا ما قلتم وذكرتموه أن السلام هنا من الله عز وجل، أن السلام هنا من الله عز وجل. وأما عيسى فهو الذي سلم على نفسه، وهو الذي قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. وفيه أيضا دلالة أن عيسى حي في السماء ولم يظفر به اليهود في قتله عليه السلام، ولم يظفر به اليهود في قتله عليه السلام، بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما. هذه كلها أوجه دلالات في التنكير والتعريف هنا في كلمة سلام وكلمة والسلام. وأيضا ما ذكر أن هذا محاجة كانت بين يحيى وبين عيسى، فسلام عليه تحية الله على يحيى، والسلام عليه تحية عيسى على نفسه. والتنكير أعظم من التعريف، والتنكير أعظم من التعريف. والتعريف أفاد التخصيص، والتعريف أفاد التخصيص. والمسألة الأخرى أيضا سلام لما قلنا هي فيها أسلوب الإيش؟ أسلوب الالتفات. أسلوب الالتفات. أحسنتم ونكمل. أحسن الله إليكم. إليكم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان أيوة هذا في أصرح الأمور. هذا قول، هذا قصة عيسى، هذا هو القول الحق فيها.
يمترون يعني يشككون ويثيرون الشك والجدال كاذبا أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. وهذا ما تسمى بعقيدة الترينيتي، عقيدة الترينيتي أو التثليث التي هي عند النصارى. تفضل. نعم، ما كان لله أن يتخذ، تفضل. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا عيسى يقول لهم إن الله ربي وربكم، خلقني وخلقكم، صورني وصوركم، يخلق بالسبب وبانعدام السبب وباستحالة السبب وبتعطل السبب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فاعبدوه وحدوه، أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة، هذا هو الصراط المستقيم، ما دون ذلك إنما هو تخرص وشرك وبعد عن الله عز وجل. نعم، يرحمك الله. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هم في أنفسهم منقسمون انقساما كبيرا، حتى النصارى منهم من يقولون هو رسول، ومنهم من يقولون هو ابن الله، ومنهم من يقولون هو الإله. هم في أنفسهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، في أنفسهم ليسوا مستقرين على عقيدة واحدة في عيسى، منهم النسطوريون، ومنهم اليعقوبيون، ومنهم الإنجيليون، ومنهم التوراتيون، إلى غير ذلك من كما ربنا وضح أحزاب كثيرة. نعم، ومنهم والعياذ بالله من رماه بأنه ابن زنا كاليهود، نسأل الله السلامة والعافية. وكلها أقوال فاسدة باطلة، بل هو عبد الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أبو علاء، أحسنتم. وأنذرهم أبو علاء، تحب تبدأ؟ طيب أخ فهد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا لا تقلق، لا امسك الذال، إذ قال، لا تقلق، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أظهر الضمة ولا تدغمها في الواو. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم، عاد عين. قال ايوه، إذ قال، لا 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 تقلق، إذ قال،
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أعد ولا يغني ولا يغني عنك شيئا ولا يغني ولا يغني عنك شيئا يا النون 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 الساكنة ما نبغى نضيع الغنن عنك شيئا النون الساكنة العارية وبعد الكاف إخوة حقيقي ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا لا لا صل الآية كلها صلها كلها يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا النون العارية النون العارية النون العارية قال أراغب أنت عن آلهتي يا النون العارية النون العارية فين النون العارية وينها عن آلهتي لا لا النون هنا عن قال أراغب أنت أنت قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمن خذ نفس وارجع إلى الآية لا تقطع الآية هكذا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو النون العارية النون العارية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو النون العارية النون العارية يا أحبابي نريد أن ننظر في الحرف بأعيننا قبل أن نقرعه بألسنتنا خذ الآن أنت تخيل صورة الحرف عندك واحنا قلنا بكل هدوء ويسر واخونا مشعل زال الله خير قطع لنا هذا الجزء ونزلناه في المجموعه كل نون عاريه كل نون عاريه كل نون عاريه حكمها الغنه فاذا كان الحرف اللي بعدها لم يشدد حيكون الغنه يا اخفاء يا ادغام ناقص بدون يا ادغام ناقص مع الغنه حروف الاخفاء 15 حرفا صف ذا ثنى كم جاءت شخص قد سمى زد في تقى دم طيبة ضع ظالمة وإذا كان الحرف اللي بعدها مشدد فحيكون إدغام كامل بالغنة وهذا في حرفين النون والميم أما اللام والراء ما فيها إدغام ما فيها غنة فيها إدغام كامل بدون غنة والواو والياء إدغام ناقص مع الغنة وبقية الحروف 15 إخفاء حقيقي هذا مختصر فضيلتكم أحكام النون الساكنة والتنوين مثلها إذا كان متباعدا وغير متساو نطبق إحنا هنا الآن فضيلتكم تفضل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا لا هنا عندك ياء هنا عندك ياء مادية بدعاء عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا نعم تفضل
عسى عسى الا مد 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 عسى ما تستعجل خذ راحتك ما تستعجل اي تفضل عسى عسى الا اكون بدعاء اظهر همزه القط اظهر همزه القط عسى عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق قلقل 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 وهب وهب وهبنا له إسحاق ويعقوب لا تقلقل لا تقلقل العين ويعقوب وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب لا 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 مش ويع مش ويع لا لا الحرف ساكن ويعقوب وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب مد 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 وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور بس حسبك 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 وجه واحد طيب الآن مر معنا كم نبي ذكرنا مريم وعيسى وزكريا ويحيى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ثمانية تفضلوا كملوا نعم عصام أبو عصام تحب تقرأ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ننتبه للنون الساكنة وكان عند وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه لا نقلقل لا 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 نقلقل ولا نمد الحرف أكثر من المد الطبيعي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا تفضل واذكر في الكتاب إدريس إنه لا 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 ليش تمد الكتاب مد طبيعي واذكر في الكتاب إدريس تفضل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا يا سلام ورفعناه مكانا عليا لا ما في غنة هنا التنوين متقارب متساوي وبعد حرف العين أخي هاك علم حازه غير خاسر وإذا غاب عني حبيبي همني خبر وهمز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء هذه كل حروف الإظهار الستة الألف والهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء فهذا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا يا سلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من لا 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 تقطع هكذا الآية ما عندك علامة وقف والكلام متصل خذ نفس وادخل على الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أرجع تاني
من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وهكذا. كل من قطع النفس أرجع بمعنى صحيح وأكمل فضيلتك. تفضل. أولئك أولئك الذين أنعم الله عليهم. لا مد 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 عندك هذه أولئك دي مد واجب متصل مقداره ألفان أو أربع حركات إلى خمس حركات. أولئك الذين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. انتبه 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 انتبه. النون الميم المشددة غنة. ومن ذرية إبراهيم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذ تتلى عليهم آيات إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هنا سجدة نسجد إن شاء الله. الله نعم خروا سجدا نعم تفضل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اللام ساكنة. فخلف من بعدهم خلف. تفضل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل لا 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 أخي أخي لا تمد في غير مد الله يرضى عليك لا تمد في غير مد تفضل. إلا من تفضلنا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن. التاء 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 وش عليها التاء كسر. جنات عدن. لا جناتي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. لا 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 جنات عدن التي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها إلا سلاما ولهم. تنوين متباعد غير متساوي وبعد حرف الواو إضغام بغنة. سلاما ولهم إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا بكرة وعشيا نعم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا عبادنا هذا مد طبيعي عبادنا من كان تقيا نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا لا ما في مد وما مد طبيعي وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك لا 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 لا
وما بين ذلك وما بين ذلك ما في مد وما بين ذلك تفضل وما بين ذلك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أحسنت. ونتمنى تستمر معنا في هذا الدرس في كل أحد إن شاء الله عز وجل لكي نصحح التلاوة بصورة جيدة إن شاء الله عز وجل. جزاك الله. جزاكم الله. إياكم. أحسنت. أخاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخفى. صوت. السلام عليكم. صوت. في 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 زنة كده ليش ما أدري لكن تفضل أقرأ. بسم الله. في تشويش عندك لكن تفضل أقرأ. تفضل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قلقل الدال. قلقل الدال. فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده سميا. والإنسان أئذا ما مت لسوف حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل. قلقل القاف. قطب جد. أنا خلق أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنعلم بالذين هم أولى بها سبيلا. منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الضاقق الذال. ونذر الظالمين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تتلى عليهم آياتنا بينا. قال الذين لا تهمس التاء المتحركة. وإذا تتلى عليهم آياتنا لا تهمس التاء المتحركة. تفضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. لا انظر انت تهمس السين المتحرك. اصعد باللسان الى خلف الثنايا العلوية لتمنع جريان الهواء والنفس. واذا تتلى انظر الان في كلمة تتلى هذه التاء الاولى لا تهمس والتاء الثانية تهمس لان الاولى متحركة والثانية ساكنة. وكذا في كل تاء متحركة لا يجري النفس فيها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال تفضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال آمنوا أي الفريقين خير مقاما. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة. لا راقص الغنى. حرف الكاف مستفل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
يعلمون من هو شر. لا 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 لا, لا خذ نفس وهات الآية كلها. حتى إذا إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وإن الله لو هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أحسنت جزاك الله خير. نعم أبا مصعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. عند الرحمن النون الساكنة عند الرحمن. أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فاقم الراء فردا ويأتينا فردا ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن فخم الراء ألم تر أنا ألم تر أن فخم الراء نعم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى لا 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 تقلقل الميم ونسوق ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. النون المشددة إلى جهنم وردا إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. خلق الدال لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اللام القمرية وتخر الجبال هدا. طب ثم هذه حروف القمر الشمسية طب ثم صل رحما تفز دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه حروف اللام الشمسية والقمرية ابغي حجك وخف عقيمه. هذه قمرية وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن. النون العارية أن دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا لا وما ينبغي للرحمن أي تفضل. وما ينبغي للرحمن أي. لا 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 وما ينبغي للرحمن أي إن الياء المادية. وما ينبغي للرحمن أي تفضل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن إلا آتي الرحمن عبدا. إلا المد المنفصل الجائز. إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سنت جزاك الله خير. نعم الله يليك جزاك الله. هنا فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون في المثل لو صبر القاتل على المقتول ما كانش ايه قتل. اقرأ. وأنا طبعا بس هذا من باب إحماض المجلس يعني، لكن هو مثل لا يصح. لكن فارس هو يعي ما أقصد في قولي هذا. اقرأ يا فروس. اقرأ حبيبي. اقرأ يا فارس. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. اقرأ يا فارس. اياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. مش عايزين همس. تنذر بدون همس. وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. استمر يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا يا فارس. عليك يا فارس إيه؟ انت بالمتر بتمشي مفيش مد ده كله. هبعت لك المقطع عشان تشوف انت ده بالمتر. انت ايه ما انت فين؟ هي كلها عبارة عن ألفين او اربع حركات يعني، وتجوزا ممكن تبقى خمسة حركات يعني، مقدار بس قبض وبسط الأصبع يعني. أنت مديها كده ولا 19 حركة؟ ولا 19 حركة ما شاء الله. جزاك الله خير. تفضل آمين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. رقق الفاء إني تاني. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت. جزاك الله خير. أحسنت. طيب. ما حد تكلم على الصورة يا شيخ بداية. لا لأن إحنا لا لا فضلتك احنا حنكمل والمجلس القادم ان شاء الله نرجع لها ان شاء الله عز وجل. نعم عشان حتى نطيل عليكم البقاء نجعلها نكمل التلاوات بقية الفضلاء الذين لم يقرأوا والمجلس القادم ان شاء الله نستفيد فيه على منهجنا ان شاء الله. تفضل. نعم طيب. ابو نواف انا على حسب اللي بيدخل الشيخ انا بسجله يعني حسب ترتيبه في الدخول. نعم نعم. بسجله عشان كده بحطه بالترتيب في القراءة. احنا نعرف فارس دخل متأخر انا عشان كده حطيته. احنا نعرفك انك انت يعني انت استاذنا في التنظيم ووالدنا ونحن لا نستدرك وراك ولكن انا حبيت ان انا يعني هو فارس فهم الامر ان الامر منظم ومرتب يعني. جزاك الله خير. تفضل سيد. تفضل. نعم. تفضل ابو نواف. طيب ابو سحر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها تبع هواه فتردى. لا تقلقل فتردى. واتبع هواه فتردى. نعم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ليه كده ليه الراء مقلقلة؟ ايوه اعد. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما أيوة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهش بها على غنمي يعني أضرب ورق الشجر حتى يسقط فتأكل الأغنام. هش يعني ضرب ورق الشجر وليس معنى أهش بها على غنمي يعني أسوق الغنم بها. وضحت هذه؟ نعم. فضلوا. قال ألقها. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لا 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 هذا الغنة بالمتر. هذا الغنة طلعت بالمتر. هو يا حركتها تاني. اذهب. طيب. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ده متر ولا نص؟
لا يا دوبك دي جات مظبوطه مره ما شاء الله. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. القل وجع وجع واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشرف. قالوا ما من اخ امن على اخيه من موسى على هارون فقد جعله بدعائه نبيا. نعم تفضل. واشرك في امري كي نسبحك كثيرا. لا هذا فعل مضارع منصوب وعلامه نصب الفتحه كي نسبحك. نسبحك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. سنت جزاك الله خير. جزاك الله خير يعطيك العافية. كنا أبو رافع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول. لا تقلقل الميم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ليه دي فاعل تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين. الثاء المثلثة. فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. رقق الحقير. كان والدك يقول رقق الحقير. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الزال كذ
أن العذاب إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى سنت جزاك الله خير بارك أحسنت أحسنت نعم أبو نواف حضرت طيب أبو علاء تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وبركاته هذا الطريق والله ما بس مستمع طيب يعطيك العافية حياكم الله تفضل يا شيخ في الأخ خالد بس الأخ خالد هو شغال عنده المقرف لا لا خالد خالد مستمع جزاه الله خير طيب الشيخ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فتح الله عليكم وإياكم طيب باقي أحد لم يقرأ خلاص أنهينا إن شاء الله كله تمام شيخ الله ها كله تمام شيخ ممكن أنا أقرأ لو في باقي شيء ولا أيه تفضل 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 نعم نعم طيب. أنا واقف السيارة على جنب لأنك في الطريق خلاص ممكن واقف فيه. طيب تفضل أي آية شيخ وصلته 65 الآية الخامسة من سورة طه صفحة 16 وبعد 300 الأولى خلصت مريم خلصت مريم يا شيخ أيوة خلصنا والله نعم ما أعرف مرة ثانية الآية كم يا شيخ 65 سورة طه صفحة 316 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن
نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا يقول سبحان الله هنا في نكتة لطيفة عند أهل التفسير، قالوا بهذا الأدب كانوا في أول النهار كفرة فجرة، فأصبحوا في آخره أئمة شهداء بررة بهالأدب. لأن قالوا طيب إيش رأيك أنت، يعني لم يتجرؤوا على موسى بحكم أنهم قريبون من فرعون، لا قالوا يعني إيش رأيك أنت، إحنا نبدأ ولا أنت اللي تبدأ. فالأدب دائما مطلوب أيها الكرام الفضلاء، الأدب دا يقول سفيان أو عبد الله بن مبارك يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. والأدب في سورة طه، بس لا نريد أن نطيل عليه، سبحان الله اليوم إحنا بارك الله في الأوقات على كل حال، يعني اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. تتوقعون ما الفائدة من خلع النعال في الصحراء وهي أرض الهوام وأرض الدواب والشوك إلى غير ذلك والحر؟ إيش رأيكم يعني، ماذا تتوقعون من خلع النعال في الصحراء؟ الأدب في تلقي العلم. أيوة نعم نعم، هذا فيه أدب، اخلعنا عليك. فأراد الله عز وجل أن يؤدب كليمه موسى عليه السلام قبل أن يلقي عليه التوراة، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وبعدين وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فدائما يا أحبابي علينا أن نتحلى بالأدب بين يدي مشايخنا، بين يدي والدينا، بين يدي كبار السن. الأدب ثم الأدب ثم الأدب. ومحروم من زعم أنه يطلب العلم بلا أدب. نعم. قال بأدب فإذا أهلوا إليك. لا في تقطيع في الصوت حقيقة، لا تصل لنا الآية أنا ما أدري مشكلة عندي ولا الكل يشاركني أن ثمة تقطيع في الصوت. في تقطيع. طيب تفضل. أنا أفتح البزاز ممكن عشان. طيب أي ممكن تفضل. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. النون المشددة أنها تسعى. أنها تسعى. صحيح. أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. أريدكم معذرة هنا وقفة لطيفة، معلش استحملونا الليلة هنا وقفة لطيفة. كيف تجمعون بين قول ربنا عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، وفي سورة الذاريات في قصة إبراهيم عليه السلام فأوجس منهم خيفة؟ ها إيش رأيكم، كيف تجمعون بين الآيتين؟ ما هي النكتة اللطيفة في هذا التوجيه؟ طيب حتى لا أطيل عليكم، هنا في قصة موسى عليه السلام الله عز وجل جعل التوجس والخيفة في نفس موسى ولم تظهر على قسمات وجهه، لأن الإنسان في موطن المناظرة وموطن المبارزة وموطن المقاتلة إذا ظهر الخوف على وجهه كان ذلك من باب الهزيمة النفسية، عرفتم؟ فكان هنا الأمر في نفسه ولم يظهر على قسمات وجهه، بل كان رابط الجأش في قسمات وجهه. أما في قصة إبراهيم عليه السلام فإنه مع الملائكة فظهر الخوف على وجهه ليؤمنوه، فظهر الخوف على وجهه ليؤمنوه. وضحت هذه أحبابي؟ وضحت هذه؟ فأوجس منه فأوجس منهم خيفة، ظهر على وجه الخوف، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. نعم سبحان الله. وكلمة خيفة في القرآن لم تذكر إلا أربع مرات، مرة في الدعاء وثلاث مرات في موطن مناظرة ومناقشة. في الدعاء
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي موطن المناظرة كما في قصة موسى مع السحرة، وفي موطن المجادلة والمناقشة كما في قصة لوط، كما في قصة إبراهيم في سورة الذاريات وفي سورة هود. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ظهر الخوف على وجهه لأنهم ملائكة فأمنوه وقالوا لا تخف. في الذاريات وبشروه بغلام عليم، وفي هود إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وتلك نكتة بديعة لطيفة. نكمل، تفضل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وفي قراءة تلقف ما صنعوا، يعني أكلتهم كلها في لحظات معدودات. نعم، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. رقق كل راء سكنت قبل الكسر أو الياء مسجلة. ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه من آيات الرقية. نعم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ولماذا قدموا هارون؟ لأنه كان المتحدث الرسمي. ربنا تبارك وتعالى. أيوة نعم، كان هو المتحدث. إيش المتحدث الرسمي. والعجيب سبحان الله أن لفظة وزير ما ذكرت في القرآن إلا في موضعين، وكلاهما في قصة موسى، في طه وفي الفرقان، واجعل لي وزيرا من أهلي. وفي الفرقان ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم. فخم الراء لكبيرو. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. عندك هنا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولتعلمن، أنا جيت نفس واحد. طيب ضيعت الحكم. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاء. الثاء المثلثة. قالوا لن نؤثرك. الثاء ومخرجها. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم
فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أعد وذلك جزاء من تزكى أحسنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك ومن الطاعة ما تهون به علينا والصيب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ما بلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا عزيز يا رحمن واجعلنا من الذين يقرؤونه فيرقون ولا تجعلنا من الذين يقرؤونه فيشقون واجعلنا من الذين يقيمون حروفه وحدوده ونعوذ بك أن نكون من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأصحاب الحقوق علينا من كان حينا طول عمره على الطعام من كان متا فاجعل مثواه جناتك جنات نعيم. اللهم بارك بيوتنا وذرياتنا وأهلنا ونساءنا واجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. زوج كل أيم ورد كل غائب واحصن فرج كل شاب واحفظهم في حلهم وترحالهم وفي قرارهم وغربتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك ودفع عنا الأذى والبلاء بركنك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فاعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فلا تحرمنا ولا تجعل ذنوبنا سببا في رد دعوتنا وابتلائنا واجعل عافيتك أوسع لنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمري وأورق عود. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.